بسم الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على قاعده اف. قاعده اف يعني لو حصل كذا تعمل كذا، يعني لو شفت البوكس اجري، لو لقيت محفظه في الشارع مرميه خبيها، يعني هي هنشوفها بتيجي ازاي. دلوقتي هنعمل فاريبل زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، هنسميه مثلا ام او. اوكي، كده بقى عندنا متغير اسمه ام او. طبعا انت ممكن تسميه اي حاجه، ممكن تسميه ماني، ممكن تسميه عدد الضربات اللي انت خدتها بسبب ان انت سقطت في الامتحان، اي حاجه انت عايزها، يعني ما فيش مشكله خالص. طيب هاجي هنا وابدا اشوف قاعده اف اهيت. اهي قاعده اف، يعني انا بديله شرط لو اتحقق اعمل لي الموضوع دوت. تمام، خلينا مثلا نعمل ايه، ان هو هيعمل لي صوت قطة مثلا. تمام، مجرد بس ان هو يعمل صوت قطة، مجرد واخليه يقول لي كلمة. تمام، لو الشرط اتحقق هيعمل صوت ويقول لي كلمة. طيب خلينا نعمل شرط مثلا، وليكن مثلا اوبريشن، هقول له لو كذا بيساوي كذا، لو تلاتة بيساوي تلاتة. تمام، طبق الشرط. هل تلاتة بيساوي تلاتة؟ اه، عشان كده طبق الشرط، عمل لي صوت وكتب لي كلمة هلو هنا. طيب هل تلاتة بتساوي أربعة؟ ما بتساويش، فما عملش حاجة خالص. تمام، يبقى احنا كده فهمنا الفكرة ببساطة. هقول له مثلا خليها أكبر وأصغر، لو التلاتة أصغر من الاتنين طبق الشروط ديت. هل تلاتة أصغر من اتنين؟ لأ، فما حصلش حاجة. طيب هل تلاتة أصغر من الخمسة؟ اه، فحط عمل الصوت وكتب لي كلمة هلو. تمام، وممكن أروح حاطط متغير، يعني أقول له إيه، أنا معرفش ال ام او بكام، فأقول له ام او لو هي أصغر من الصفر طبق الشروط. طب كويس، إنها أصغر من الصفر، أصغر من الخمسة، الصفر اصغر من خمسة، ماشي. طيب لو انا جيت هنا قلت له خلي الام او ده ب 8، كده الام او ب 8، فكده الشرط ده اتحقق؟ لا، مش هيتحقق. دي الفكره من قاعده اف باختصار. تمام، طيب انا ممكن اعمل قاعده اف اكبر من كده شويه او بتفصيل شويه، اللي هي قاعده اف else، اللي هي ايه، هديله شرط، لو شرط اتحقق اعمل لي حاجه معينه، لو ما اتحققش اعمل الحاجه التانيه. خلينا ناخد الاثنين دول كده كوبي، وناخد الاثنين دول برضو كوبي تحت، بس طبعا هغير عشان ابدا اميز بينهم. لازم اسجل صوت، او ان انا اقول له اعمل لي صوت غير الصوت دوت. وليكن مثلا اعمل لي على الاله الموسيقيه، بدل ما تكتب لي هلو اكتب نو. عباس الضوء هزم رجاله نو، يعني اي شغله. طيب هو اشوف الام او دوت اصغر من خمسه، لو الكلام ده صح اعمل الحاجات ديت، لو غلط اعمل الجزء التاني. تمام، يعني لو انا نجحت في، لو انا درجتي جايب 50% خلاص، يبقى انا ايه، ابويا هيجيب لي العجله بتاعتي. لو اقل من 50% يبقى ادور على اي ميت الرحمن ابات فيها. تمام، فابدا ادوس كده، عمل لي صوت الاله الموسيقيه. تمام، طيب لو هي الاجابه صحيحه، يعني الام او ده اصغر من 9، كتب لي كلمه هلو تعالى اسهر معايا في البيت مفيش مشكله، وعمل صوت القط. تمام، دي قاعدة اف. ماشي، طيب ممكن انا احط صوت قبل وصوت بعد، يعني حطيت الصوت ده مثلا قبل وحطيت الصوت ده بعد. طب معنى كده ايه؟ اول حاجة هيمشي بالخطوات ترتيب قوي، اول حاجة الصوت ده هيشتغل بدون اي مشاكل خالص. تمام، وبعد كده هيدخل على قاعدة اف، لو الشرط اتحقق هيعمل اللي فوق، لو الشرط ما اتحققش هيعمل اللي تحت. خلاص خلصنا قاعدة اف، هيدخل في اللي تحت يعملها، يبقى اوتوماتيك رقم واحد لدى الموسيقى ده تتعمل.
وفي الاخر خالص هيعمل الاداء الموسيقي اللي هي تحت خالص، وفي النص بقى حسب الشرط ده اتحقق ولا لا. تمام، عمل الصوت الاولاني، وبعد كده عمل صوت القطه، وبعد كده عمل صوت تالت. ممكن نستعين بأداة اللي هي بتقف ثواني ثانية بحيث تسمعها بالظبط. أنا مش فاكر كانت فين، النور مطفي مش شايف. كانت في أداة هنا، اهي هنحط اداة اسمها wait one second عشان نميز في الصوت بالشكل ده. تمام، فدي شغل الاداة الموسيقية، بعد كده بيشوف انهي شرط فيهم اللي هيتحقق، وبعد كده يدخل في الاداة التانية. طيب خلينا نصعب الشروط شوية اللي هي قاعدة اف ديت. تعالى نروح لقاعدة اف الاوبريشن، هقول له انا عايز كذا اند كذا. يعني ايه كذا انت كذا؟ يعني هديك شرطين، لو شرطين اتحقق يبقى نفذ اللي فوق، لازم الشرطين مع بعض يتحقق. لو شرط الاولاني اتحقق والتاني ما اتحققش خلاص يبقى كده الموضوع فشل. لو الشرط التاني اتحقق والشرط الاولاني ما اتحققش يبقى كده الموضوع فشل. كأن مثلا ايه، انا نجحت مثلا في العربي بس سقطت في الانجليزي، كده كده هتضرب. طب نجحت في الانجليزي وسقطت في العربي، كده كده هتضرب، لازم انجح في الاثنين. طيب خلينا نحط الشرط دوت ونحط الشرط دوت ونبدأ نطبق. الشرط ده اتحقق ولا لأ؟ ام او اصغر من 9 اتحقق. طب التلاتة بتساوي 4؟ لأ، يبقى ياخد الصوت اللي تحت. ما سمعناش صوت قط وده قال نو. طيب لو خلينا 4 بتساوي 4، كده ايه زي الفل. تمام، دي قاعدة أنت. طيب القاعدة اللي بعد كده إيه؟ أور، يعني أي واحدة فيهم تنفع وخلاص. ماشي، تمام. يعني لو أنت مثلا في شرط فيهم اتحقق والتاني متحققش مش مشكلة، واحد فيهم اتحقق خلاص أور، يا إما الأولاني يا إما التاني. لا يعني أنت أخوك مثلا عملت أنت مشكلة وأخوك بيقول لك إيه، طب أنا مش هفتن عليك بس يا اما تديني شوكولاته يا اما تديني ملبس. طب لو انا اديت شوكولاته وما اديتش ملبس خلاص يبقى كده بشيفتن عليك. تمام، اور اتنفذت لان هي واحده فيهم بس صح، يبقى مفيش مشكله. طب لو الاثنين صح خير وبركه مفيش مشكله. طب لو الاثنين غلط يبقى كده ايه الاداء باظت. تمام، نوت كذا، يبقى الشرط لو الشرط ده ما اتحققش يبقى كده نفذ الصح. تمام، نوت كذا، يعني لو شرط ده غلط نفذ اللي فوق. تمام، طبعا 3 مش بيساوي 4 فخد هو اللي فوق. دي قاعده اف باختصار. تمام، واتمنى يكون الموضوع سهل، وان شاء الله في التطبيقات اللي بعد كده الامور تبقى اكثر